التحية تأتيكم مشاهدين من نشرة الأخبار من الإمارات. إلى عناوين هذه النشرة: رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة شهر رمضان المبارك. محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن النافذة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات في دبي. حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة. مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تطلق مبادرات رمضانية مستدامة. ترامب وبايدن يضمنان ترشيح حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتبادل سموهما التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع، ويديم نعم الأمن والاستقرار والرخاء على دولة الإمارات وشعبها. فقد استقبل سموه كلا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. كما استقبل صاحب السمو رئيس الدولة في قصر الوطن في أبوظبي سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وأدى الجميع صلاة المغرب وحضروا مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو رئيس الدولة تكريما لأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والضيوف. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان المبارك. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتبادل سموه مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وضيوف مجلس قصر البطين من المسؤولين والمواطنين بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى شعبها بالخير واليمن والبركات. حضر مجلس قصر البطين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب شؤون تنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين وضيوف المجلس. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي مديرا عاما للمكتب الوطني للإعلام وبدرجة وكيل وزارة، وتعيين كلا من سعادة إبراهيم عبد اللطيف أحمد الموسى مديرا تنفيذيا لقطاع الخدمات المساندة بدرجة وكيل وزارة مساعد،
وسعادة محمد علي محمد الظهوري مديرا تنفيذيا لقطاع العمليات الإعلامية في المكتب الوطني للإعلام. هذا وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 13 لسنة 2024، وذلك بشأن النافذة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي بما يسهم في خلق بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي في الإمارة عبر ضمان تكامل جهود جهة الترخيص. ويدعم المرسوم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وفيما يتعلق بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي ولاعبا مؤثرا في المنظومة الرقمية العالمية. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في قصر البطينة في العاصمة أبوظبي. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في قصر البطينة في العاصمة أبوظبي. جرى خلال الاجتماع استعراض تقارير ومستجدات تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية بالإضافة إلى مناقشة التشريعات والمقترحات الهادفة لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي بالدولة. وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة نتائج تطبيق مبادرات وطنية لتعزيز كفاءة واستقرار سوق العمل بالدولة ومستجدات نتائج وأداء القطاع الصناعي بالدولة ونتائج تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية بالإضافة إلى مبادرات تعزيز الاستدامة ومستجدات استراتيجيات الطاقة المتجددة وعدد من مشاريع المنظومة التعليمية. وفي الشؤون الحكومية ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة عدد من المواضيع الحكومية. واستعرض تقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 31 من شهر ديسمبر 2022، واطلع على تقارير حول امتثال الجهات الحكومية لمعايير الأمن السبراني ومستجدات تطبيق سياسات الأمن السبراني، إضافة إلى مناقشة نتائج التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية في الدولة. وصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله مساء الثلاثاء بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظه الله استقبال المهنئين بقدوم شهر رمضان الكريم. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله المهنئين بقدوم شهر رمضان الكريم. حضر المقابلات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين عبروا عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. حضر المقابلات معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة. تأتي خطة الفجيرة 2026 تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله بتطوير منظومة متكاملة تدعم مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها إمارة الفجيرة في القطاعات كافة، كما تعمل بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله نحو الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة حياة الأفراد واستشراف مستقبل ريادي يقوم على التطور واستثمار الفرص وبناء العقول.
رؤية تحولية نحو مستقبل ريادي ترتكز على بناء الإنسان وتمكينه والارتقاء بالعمل التنموي الشامل والمستدام. خطة الفجيرة 2026 تشكل قفزة تحولية في تحول الطموحات الكبيرة إلى نتائج ونقلة نوعية تشمل الأفراد والمؤسسات من خلال ابتكار الحلول الخلاقة ومواكبة المتطلبات التطويرية الدائمة ورفع كفاءة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال ترسخ مكانة الفجيرة كوجهة حاضنة وجاذبة لرواد أعمال المستقبل والانتقال بكفاءة الكوادر البشرية والأداء والخدمات إلى أفضل المستويات العالمية والذي يعد هدفاً رئيسياً من أهداف خطة الفجيرة ومبادراتها. وتستهدف الخطة مسارات عديدة تشمل التخطيط والتطوير العمراني من خلال التخطيط المستدام للمدن واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في تطبيق وإدارة المشاريع ودعم الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية. ونظراً لما تمتلكه إمارة الفجيرة من ثروات طبيعية متنوعة وموقع جغرافي مميز وتاريخ حضاري عميق، تعمل الخطة على صياغة مفاهيم جديدة لقطاع السياحة تعكس الإرث الاجتماعي والثقافي الذي تزخر به الإمارة. ويعد قطاع البنية التحتية محوراً رئيسياً في خطة الفجيرة انطلاقاً من دوره المحوري في تغذية المجتمع وتسهيل حركة أفراده بين جميع مناطق الإمارة. فتتواصل الجهود وتتكاتف الهمم بعزيمة لا تهدأ وعطاء لا ينضب لاستشراف مستقبل أكثر ازدهاراً لكل من يعيش على أرض الفجيرة واستكمال الطموح في مسيرة التطوير وقيادة مستقبل الإمارة نحو الريادة والتميز والمزيد من التنمية والرخاء في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء الثلاثاء بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك في قصر البيع العامر. وتلقى سموه التهاني والتبركات بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات الأجنبية بالدولة. وصل صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمر بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في قصر الزاهر مساء الثلاثاء استقبال جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة. وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لهذه المناسبة المباركة سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي والازدهار. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام ومساء الثلاثاء جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وعلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بموفور الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن البرنامج التمهيدي لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية استعداداً لانعقاده الرسمي يوم 10 من أكتوبر المقبل
في إمارة أبو ظبي. تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن البرنامج التمهيدي لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، وذلك في 10 أكتوبر المقبل في أبو ظبي. أطلقنا اليوم برنامج الصحة النفسية المرافق لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، وحبينا أن نتطرق لهذا الموضوع بطريقة شوي مختلفة، بحيث أن نركز على الجوانب الأخرى مثل الثقافة ونشر الوعي في الغذاء الصحي وأهمية الرياضة في حياتنا، وكيف نوصل هاي المعلومات لجميع أفراد المجتمع من ضمنهم الأمهات والأبهات والجدات والأجداد، وأيضا كيف نوفر البيئة الآمنة للأطفال في المدارس وفي أماكن أخرى. المنتدى بيسلط الضوء على ناحية مهمة جدا، وهي الناحية النفسية سواء للطفل أو الأم أو الكبار، لما له من أهمية في جعل السعادة والإنتاجية لدى الطفل، تفوق العلمي الأم لدى تربية أبنائها. إذا كانت الصحة النفسية جيدة عندها ممتازة، بتكون المخرجات بتكون ممتازة سواء للطفل أو الأم أو الكبير. ويركز المنتدى على استكشاف العلاقة الوثيقة بين الصحة النفسية والرفاه النفسي وتنمية وتطوير الذات الإيجابية وإدارة العواطف وبناء العلاقات وتطوير قدرات التعلم لدى الأطفال واليافعين وتدعيم دور الأسرة والمجتمعات في خلق بيئة تدعم التطور النفسي والاجتماعي لأبناء المجتمع. أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية سلسلة من المبادرات الرمضانية المتنوعة والمستدامة تهدف إلى مجملها إلى ترسيخ قيم العفو والتسامح والتراحم بين الثقافات المختلفة. هذا وأكد سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن هذه المبادرات تشكل جزءاً لا يتجزأ من خطة المؤسسة الاستراتيجية، خاصة خلال الشهر الفضيل الذي ينبغي أن يعزز العلاقات الإنسانية ويعمق مبادئ المشاركة وروح الفريق وخدمة المجتمع. وأوضح قاسم أن المبادرات ستشمل مشروع إفطار صائم والإعداد للإفطار الجماعي لموظفي المؤسسة الذين هم على رأس عملهم خلال وقت الإفطار، فضلاً عن مبادرة توزيع وجبات الإفطار والسحور على ساقي الشاحنات وتنظيم ملتقى للإفطار الجماعي، فيما يشارك فريق التطوع المؤسسي في توزيع وجبات الإفطار على مرتادي الطرق وقائدي المركبات قبل أذان المغرب عند التقاطعات المرورية في الإمارة طيلة أيام شهر رمضان المبارك. أعلن نادي اتحاد كلباء الرياضية الثقافية عن التفاصيل الفنية والإدارية لمهرجان كلباء الرمضاني والذي يأتي تحت شعار رياضة وثقافة ومجتمع. كشف نادي اتحاد كلباء الرياضية الثقافية عن التفاصيل الفنية والإدارية لمهرجان كلباء الرمضاني، مشيرا إلى أنه يأتي تحت شعار رياضة وثقافة ومجتمع، وذلك خلال الفترة من 15 ولغاية 23 من شهر مارس 2024. يتضمن المهرجان إقامة بطولة خماسيات كرة القدم وبطولة رباعيات الكرة الطائرة وفعاليات رياضية اجتماعية وثقافية وبموازنة مالية قدرها 120,000 درهم كجوائز للفائزين، مما يجعل المسابقة أكثر إثارة وجاذبية للمشاركين. مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء ارتأى أن يخرج في مبادرة حقيقة على مستوى مدينة الشارقة ويفعل الجوانب الأخرى توجهات النادي، بحيث أن نكون النادي ليس فقط نادي رياضي وإنما يكون يراعي جودة حياة الفرد بشكل عام، ومنها الرياضة الثقافة والمجتمع، ويكون عنصر فاعل في المجتمع. فلذلك ارتأى أن يكون هناك مهرجان رياضي اجتماعي ثقافي يتخلله برامج سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية متنوعة، ويحتضن حقيقة أفراد المجتمع في جو عائلي رمضاني بحيث أنه يكون أيضا مؤثر في هذا. ارتأت إدارة نادي اتحاد كلباء على تنظيم مثل هذا المهرجان تحت شعار رياضة ثقافة ومجتمع، بهدف يعني نجمع الأسرة والمجتمع في مكان واحد. هناك أسر منتجة، ورش، برامج ثقافية، مجالس رمضانية، بالإضافة إلى الألعاب في لعبة كرة الطائرة ولعبة كرة القدم، وإن شاء الله تكون يعني أجواء رمضانية روحانية مسلية وممتعة وفي تنافس شريف
خلال 9 أيام إن شاء الله. وسيشارك 12 فريق خماسيات كرة القدم وخمسة فرق كرة الطائرة، سيتم تقسيمها على مجموعتين، وسيحصل الأول على كأس البطولة وجائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم، والمركز الثاني على جائزة نقدية بقيمة 15,000 درهم. كما سيكون هناك جوائز للهداف وأفضل لاعب وأفضل حارس في البطولة. ورصدت اللجنة جوائز يومية متنوعة للجمهور خلال المهرجان، إضافة إلى إقامة بعض الفعاليات والمسابقات. مشاهدينا، آخر التطورات التكنولوجية نتابعها سويا مع زميلي شاهر. بالتأكيد سارة، شركة شاومي حاضرة معنا اليوم في السيارات الكهربائية. مشاهدينا الكرام، تفاصيل أوفى في هذه الفقرة. أظهرت بيانات بلدية مدينة العين أن نظام العين الذكية استطاع من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي تعزيز جودة البيانات المكانية بتغطية ما يقارب 6000 كيلومتر مربع بصور جوية عالية الوضوح تصل إلى ما يقارب 7 إلى 9 سنتيمتر. وتم تغطية جميع مناطق العين بصور أقمار صناعية بوضوح تصل إلى 30 سنتيمتر، كما تم تغطية أكثر من 12,000 كيلومتر طولية من الشوارع الرئيسية والفرعية بصور بانورامية بوضوح 2 إلى 3 سنتيمتر. ويأتي تطبيق مشروع العين الذكية ضمن استراتيجية دائرة البلديات والنقل أبوظبي لتعزيز جودة البيانات المكانية ورفع كفاءتها. كشفت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب عن أول سيارة كهربائية لها، معلنة عزمها أن تصبح واحدة من أكبر 5 شركات لصناعة السيارات في العالم. وصف الرئيس التنفيذي للشركة السيارة بأنها تحتوي على تقنية محرك كهربائي فائق له قدرة تسارع تفوق سيارات تسلا وبورش الكهربائية، ومجهزة بتقنية متقدمة تسمح لها بالتعرف على العوائق في ظل الظروف الصعبة مثل تساقط الثلوج والأمطار وغيرها. نهاية أخبار التكنولوجيا، عودة إليك سارة. شكرا لك شاهر. ومشاهدينا، حصل المرشحان الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب الثلاثاء على ما يكفي من المندوبين لكي يضمن ترشيح حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. عود على بدء، بايدن وترامب وجها لوجه في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة. هذا ما أفضت إليه نتائج الانتخابات التمهيدية في جورجيا، حيث حصل فيها المرشحان الرئيس الأمريكي الديمقراطي الحالي جو بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب على ما يكفي من المندوبين لكي يضمنا ترشيح حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل. وفي سباق الأصوات حصد بايدن على 1968 مندوبا، وهو الرقم الذي كان يحتاجه الديمقراطي للفوز بالترشيح، بينما حصل منافسه ترامب على 1215 مندوبا. وخرج كل من بايدن وترامب بتصريحات تدعو لحماية الديمقراطية، وهو العنوان العريض لخطابيهما في سباق الوصول لكرسي الرئاسة. فبعدما كشفت النتائج عن أرقامها، أصدر بايدن بيانا تساءل فيه: هل سنقف وندافع عن ديمقراطيتنا أم نسمح للآخرين بتقويضها؟ هل سنستعيد حقنا في الاختيار ونحمي حرياتنا أم نسمح للمتطرفين بأخذها؟ ترامب أطل بدوره من منصته تروث سوشال معربا عن سعادته في تمثيل الحزب الجمهوري كمرشح للرئاسة بالانتخابات المقررة في نوفمبر 2024، مضيفا: سنسعد بلدنا الذي كان عظيما ونضع أمريكا أولا ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى أعظم من أي وقت مضى. أما الفصل ما بين الديمقراطي والجمهورية بالوصول إلى سدة الحكم فهو 5 نوفمبر، وإلى ذلك الوقت يعول الطرفان على الصوت الأمريكي الذي سيختار رئيسا له ل4 سنوات. آخر الأخبار الرياضية مع زميلي شاهر. بالتأكيد سارة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الفقرة الرياضية.
تقدم منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى المركز السابع عالميا للمرة الأولى في تاريخه حسب تصنيف شهر مارس 2024 الذي أعلنته اللجنة التنفيذية للعبة في الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية أمس على موقعها الرسمي بعد أن حصد 2019.25 نقطة وحافظ المنتخب الوطني على صدارته للمنتخبات العربية للمرة الثالثة على التوالي منذ تصنيف شهر نوفمبر 2023 بينما تراجع للمركز الثالث آسيويا خلف منتخبي اليابان وإيران بعد أن ظل في المركز الثاني خلال تصنيف نوفمبر 2023 ويناير 2024 وكان منتخب الشاطئية قد شارك مؤخرا في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها الإمارات على ملعب حي دبي للتصميم في الفترة ما بين 15 إلى 25 من فبراير الماضي وبمشاركة 16 منتخبا. إلى دوري أبطال أوروبا حيث بلغ أرسنال الإنجليزي ربع النهائي بتغلبه على ضيف بورتو البرتغالية بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين في إياب ثم النهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وبصم البلجيكي لياندرو تروسار على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 ورغم وفرة الفرص السانحة للتسجيل للفريقين فقد بقيت النتيجة على حالها في الوقت الأصلي بهدف مقابل لا شيء ليتحكم الطرفان بشوطين إضافيين أو ليحتكم لشوطين إضافيين ولم يسمح بالنتيجة ثم تم اللجوء إلى ركلات الترجيح بما أن موقعة الذهاب على ملعب دراغاو قد انتهت بفوز بورتو بهدف نظيف أيضا وهي أول مواجهة تحسم بركلات الترجيح في دوري أبطال أوروبا منذ نهاية عام 2016 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. ختام نشرة الأخبار من الإمارات. إلى اللقاء.